الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي، لقاءنا اليوم إن شاء الله مع نطق كلمات الدرس الثالث من الوحدة الرابعة. إيكوتي وي ريبيتي، استمع ثم أنطق. نبدأ. للوزير، للوزير، للوزير. Une activité. Le cinéma. Le théâtre. Le club. Le musée. Le café. La patinoire. La pharmacie. La bibliothèque. La montagne. La campagne. La boulangerie. L'hôpital. L'opéra. L'hôtel. طبعا يا جماعة الهوتيل اللي هو الفندق مش المتحف. الهوتيل. ليبيسيري. أم بالون. Loté. Le patin à glace. Le pain. Le médicament. Le surf. L'équitation. Boire. Voir. Jouer. Acheter. Lire. معنا مجموعة أفعال يا جماعة جميلة جدا 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 في الدرس الأخير من الوحدة الرابعة. أول فعل جوي يلعب، وده فعل مجموعة أولى.
بنشيل ال ار ونضيف مع جو حرف الاس ومع تي اي اس ومع ال او ومع نو او ان اس ومع فو اي زد ومع ال افيك اس بنضيف او ان تي. كذلك فعل ريزيرفي، ريزيرفي يحجز، ده مجموعة أولى برضو آخره اي ار. لما نحب نصرفه بنشيل الاي ار ومع جو نحط او ومع تي نحط اي اس ومع ال نحط او ومع نو نحط او ان اس ومع فو نحط اي زد ومع ال افيك اس نحط او ان تي. كذلك فعل تليفوني يتصل، تليفوني بنشيل الاي ار ونضيف نفس النهاية. اما فعل فوار يرى، ده فعل مجموعة تالتة شاز، بالتالي بنشيل الار اللي في الاخر دي ومع جو بنحط اس فنقول جو فوا، ومع تي بنحط اس نقول تي فوا، ومع ال بنحط تي نقول ال فوا، ومع نو بنحط او ان اس مع قلب الاي الى اجريك وتبقى نو فوايون، مع فو بنحط اي زد ونقلب الاي اجريك وتبقى فو فوايي، مع الافيك اس بنشيل الار ونحط او ان تي فتبقى الفوا. اخيرا فعل فار، فعل فار يعمل او يفعل، بنشيل الار او ومع جو بنحط اس ومع تي بنحط اس ومع ال بنحط تي ومع نو بنحط اس او ان اس ومع فو بنحط تي او اس ومع ال افيك اس بنحط او ان تي بعد حرف الاف، يبقى جي في تي في ال في نو فيزون فو فات ال فون. والى هنا انتهى لقاءنا اليوم مع كلمات الدرس الثالث من الوحدة الرابعة. أراكم على خير في فيديوهات أخرى في المراجعات النهائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه ألاسمين بروشان، إيه أوروفوار.